السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا صحابي؟ عاملين ايه؟ النهارده جايين فيديو يعني تخلي ازاي اي لاعب يسجد، في محمد صلاح بيسجد، في تريزيجيه، في مني بيسجدوا، بس احنا هنخلي بقى زي ميسي، رونالدو، سواريز، مبابي، نيمار، اي لاعب من اللعيبه دي الاوروبيه يعني اللي ديانتها مش مسلمه ازاي يسجدوا. يعني هتقول ازاي؟ فاوريك مثلا رونالدو دلوقتي هيسجد، يعني هو رونالدو اهو جاب جول هيجري لكنه هيحتفل، مش هيحتفل، سي ار 7 هيسجد، يعني شيء جديد ده اكيد ما فيش حد كتير شاف. فاحنا النهارده جايين نقول لكم ازاي هو بيسجد. فاحنا دي الطريقه بقى، لازم تخش على الاعدادات بتاعه اللعبه وتخلي الاحتفال هو ده السي ار 7، الاحتفال بتاعه اللي هو سي هنخليه اللي هو السجود ده. هنخش دي بتبقى واجهة اللعبة، نخش على اللي هي الإعدادات وتعديل، وبعدين نخش على لاعبين، وبعدين مش إنشاء، نعمل تعديل لاعب، ونروح مثلا إحنا عاملين رونالدو، مثلا نروح لميسي مثلا في باريس أو نيمار، مثلا ميسي، مثلا ميسي أهو، ميسي أهو باريس، هنخش مثلا ننزل لحد الحركة، الحركة هنخش على الحركة. اه عندك الانحناء، في بقى الاحتفالات، ده الاحتفال بتاعه، والاحتفال التاني اهو الاحتفال بقى السجود ده رقم كام. في احتفالات كتير زي كده اهي، اهي زي ما انت شايف، يعني في احتفالات كتير، يعني احتفال رونالدو مثلا ممكن نخلي ميسي يعمل احتفال رونالدو، وارولكو احتفال رونالدو اللي هو 109 اهو، ده احتفال رونالدو اكيد كلكم عارفين، يعني ميسي بيعمل سي اهو، اهو نادرا احتفال بقى السجود رقم كام اللي هو 106 اهو زي ما انتم شايفين هينزل يسجد، يعني سهلة. وده احتفال ميسي اللي هو العادي اللي هو بيجري ويشاور على الجمهور بس. فاحنا هنخلي احتفال الاول اللي هو 106 اللي هو السجود، ونخلي احتفال العادي اللي هو 142 ولا 143 142، وهنرجع عادي، هنرجع اهو، هنيجي نخرج هيقول لك عايز تحفظ التعديل ولا لا، قول له نعم، وهنجيب باريس دلوقتي بقى، نخش نجيب باريس علشان نشوف ميسي بيسجد ولا لا، اهو باريس نلعب قدام مثلا ارسنال، نخش على الخطه عشان ننزل اهو ميسي ومبابي ونيمار وكل الناس اهو، وإلى ركلة البداية، ونخش نشوف دلوقتي، وهو دخلنا على الماتش هنشوف بقى ميسي بيسجد ولا لأ، يعني هنشوف أهو ميسي جاب جون، هنجري ونحتفل عادي، وتدوس إكس اللي هو أول احتفال اللي هو الإكس، هيروح يحتفل بالسجود، الاحتفال اللي هو أول واحد زي ما أنا قلت لك اللي أنت عامله، لو دوست دايرة هيروح يحتفل الاحتفال بتاعه عادي اللي هو الاحتفال التاني. نعمل نيمار برضه أنا عامله بيسجد، تعالوا نشوف برضه. بس انا مخلي الاحتفال التاني، انا هو نيمار جول هيجري، انا مش عامله الاحتفال الاول، انا عامله التاني، هندوس دايره هيروح كده ويحتفل برضو احتفال السجود، هو مش هيسجد للارض كامله، ماشي. فكده نكون وصلنا لحد اخر الفيديو بتاعنا، واتعلمنا ازاي اي لاعب يسجد، او بمعنى اصح تغيير الاحتفال بتاع اي لاعب. و لو وصلت لحد هنا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتحط لايك لو الفيديو عجبك، والسلام.